ولكن الفقر ابتلاء، كيف يكون الغنى ابتلاء؟ ابتلاء سعة الرزق، ليرى الله ماذا سيفعل العبد. هل ينكر نعمة الله ويتجبر مثل قارون، أم يشكر الله مثل سيدنا سليمان؟ الله يختبر الغني فيما يسر له، ماذا سيفعل مع من هم أقل منه؟ والله يختبر الفقير فيما أعطى له، وهل يرضى بما قسم الله له؟ فإن رضي أغناه الله من فضله.